كان الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتح مركز التحكم الرئيسي للشبكه الوطنيه الموحده لخدمات الطوارئ والسلامه العامه المتطوره بالمقطم واوضح المتحدث باسم رئاسه الجمهوريه ان مشروع الشبكه الوطنيه الموحده لخدمات الطوارئ والسلامه العامه المتطوره يعد انجازا تاريخيا ونقله حضاريه كبرى لمصر في التعامل مع الازمات والطوارئ من خلال منظومه واحده تشارك فيها جميع الوزارات والهيئات ودواوين المحافظات بالدوله بما يضمن جوده التعامل مع الازمات الطارئه وسرعه احتوائها بمعايير عالميه